الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد الأمم المسجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الزاوية لعمل المحبة وبالنصيحة وبتعليم القرآن وإصلاح البلد وبتأليف ما بين الإخوة. زاوية سيدي الطاهر، كان يقول لي سيدي الطاهر من الناس العجائب، هو اللي أسس هذه الزاوية. وحنا الحمد لله الشيخ رضي الله تعالى عنه هو الطريق نتاعو طريق سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. وطريق سيد الوجود هو الشيخ سيدي أحمد كاشي لا مقدم فيها، وحنا خدامه كلنا نخدم فيه. هذه دار سيدي الطاهر من خدام سيد الوجود وشيخ سيدي الحسين، فإنه رب العالمين صار باش أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم أمر باش يعطي الشيخ رضي الله تعالى هذا الطريق للناس اللي فيها القلوب وتحب فيها بعضها البعض وتدير فيها أمور الخير، أمور المحبة بين الناس والشكر والقبر لله سبحانه عز وجل. وربي سبحانه عز وجل قال إن شكرتني لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الزاوية تاع الشكر والذكر، وإحنا كل زواينا نطلبوا الله سبحانه عز وجل إن شاء الله يتعلمهم بالمحبة والنصيحة والمعاملة فيما بينهم، لأنه هذه راها بين الطريق اللي رب العالمين ساقها الى سيد الوجود وعطاها الى الشيخ سيد الحجاج باش تخرج منها زوايا. والزوايا هذه قال كتعاونوا على البر والتقوى، هذه المعونه نتاع الدنيا اللي ينصحوا فيها الناس بعضهم بعض ويربوا فيها الايتام ويطعموا فيها الطعام ويصلحوا بين الناس ويقروا فيها القران العظيم، لانه قال له سيد الوجود قال لكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، وهذا كلام الله سبحانه عز وجل. احنا دائما الزوايا نتوعنا هذو تابعين الى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، والشيخ سيدي التجاري كان يهد فيهم كما ذاك الخلافاء نتاع الشيخ كما سيدي الحاج علي كما سيدي ابراهيم الرياحي كما سيد العربي بن السايح كما سيدي الطاهر بن طيبه كما هذو من خلفاء الشيخ، وكانوا ينشروا في الاسلام وينشروا في الدعوه ما بين الناس ويديروا في المحبه ويديروا. فهذه هي احنا اليوم الزرع اللي يزرعوهما هذا احنا ما نستفيد، والحمد لله والشكر لله. وحنا راني دائما نقول الحمد لله والشكر لرب العالمين اختارنا من ام سيدنا محمد، اختارنا هذه الطريقه المنوره المحمديه اللي فيها الخير والذكر والشكر لله سبحانه عز وجل، لانه احنا نذكر ونشكر في الله سبحانه عز وجل. ولا تدركم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. الا ان بذكر الله تطمئن القلوب. سبح لله ما في السماوات وسبح لله ما في السماوات وما في الارض. هذه هي احنا اهداف هذه الطريق نتاع الشيخ سيدي الحجاني، لانه خرج من ربي امر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الشيخ سيدي الحجاني، والشيخ سيدي الحجاني قسم على محبينه وعلى الخلفاء نتوعو في كل البقع. واليوم الحمد لله راه هذا هو اليوم الطريق نتاعنا راه تفوق 350 مليون عبر العالم، حتى في اوروبا تلقاها، هذا دخلوا بقناعه. ما هي إلا بقناعة وقوة الطريق إلا طريق محمد هي صحيح، حتى ذكرها من الكتاب من القرآن العظيم. الاستغفار كاين في القرآن العظيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يسر السماء عليكم مدرارا، هو كاين في القرآن العظيم. والرب سبحانه والملائكة يصلوا على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيد الوجود قال لك من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. الاستغفار صلاه على النبي لا اله الا الله الا زياده نقصان، ما نقول لا سيدي امير لا سيدي الحاج علي لا سيدي حافظ لا سيدي، نقول لا اله الا الله نصحوا في الله سبحانه عز وجل ونوحدوا في الله سبحانه عز وجل. ولكن
لابد كل نعمة عندها حسنة، عندنا الحسود وكاين موجود، والحسود هذا من الصغير لأنه بيعرني وأنا داخل نشوف الجماعة، يا جماعة الله يحفظك، راه النية أغلب من كلش، أقوى من كلش، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذاك التلماس راك تجيبوا لنا به الشوهة، صالح كيزين، وتجيبوا لنا الشوهة عند الناس اللي منقذين للطريق، يقولوا شوف بشر كما هو ملاحين يتلبسوا فيه، بشر كما هو ملاحين يديروا، لا نعطوا مثل، احنا من ونية، ربي ما قالش تلمسني، وتلمسوا راك في البركة، قال لك النية، الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ربي صلاتك في روحها العبادة تاع ربي ما تصدش مرتك بها وما تكونش النية عظا الركوع نتاعك والسجود فاضي. المحبة كما هاد قالها، الصداقة كما هاد قالها، كل المعاملة إلا بالنية. هي راها النية اللي تقبل. أما درك باش نشوه صورة الطريق بالنس هذا عيب. نشوه صورة الطريق بالنس. احنا لا أخاف إلا هاد المحبة. أنا متفقين على هذا. فمن توكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ معنا توكل على ربي سبحانه عز وجل نعرفوا باللي كلش بيد الله سبحانه عز وجل وشني احنا نديروا النية ونطلبوه قال ادعوني استجب لكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم ادعوني خوفا وطمعا مندوبين دعاء ومهمين نطلبوا الله سبحانه عز وجل باش يعطينا انت درك تتلمس هذه تتخيط راه فيها البركه ما فيهاش هذه راك تشوه في صورة طريقتك بالتلمس وتشوى الصورة نتاع الطريق احنا بدل فينا احنا على ربي دار المقادير على ربي دار الخلفاء على ربي دار العلماء هذا باش ينبهوا الناس لبعضهم بعض ما يديروش الحوايج اللي تجيب لك الهدايا للطريق احنا بدل فينا نبعثوا الهدايا للطريق خش الطريق نتاعك شكر وذكر لله سبحانه عز وجل وعبادة لله خالصة كما انا بعد تجي نجي عاد وتتلمس اللي تسخر فيها الطريق ما فيهاش لأنه ذكرى ذكرى مش مليحة راها تفسر طريقة وتفسر تبع الطريقة يقول لك شوف شوف التجانيين واش راه يديروا اخزرهم واحد يصور في واحد من ثم تروح في الفيسبوك وتخرج على العالم ويبدو يشوفوا يقول لك شوف شوف اخزر ما قلنا لكم مش اخزر كي راهم يديروا التجانيين لا عيب ما نديروش الشيطان يشوه على الطريق احنا ربي قال اعبدوني نعبدوه قال اشكروني نشكروه يا هذه قال ادعوني يدعون قال اتكلوا على بابه اتكلوا على بابه فتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره يا هذا هو ان توكلوا على باب ربي سبحانه عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين هذه هي اللي تعلم ربوا بعضنا بهذه الطريقه ربوا بعضنا بالمحبه للصبر وربوا بعضنا ما نيفوش بعضنا بعض وما نكتبوش بعضنا بعض اخر شيء قاعد نلف بعضنا ونكتبوا بعضنا بعض والله والله تربية سيد الوجود يعطاها الشيخ رضي الله عنه ويعطاها الخلفاء تاعه والله تربية نتنايفوا ونتعايروا ونقولوا في الكلام اللي ما سمعوش من بعد وبعضنا بعض وهي ما كانش انا صدقوني راني انا كبر في الشرطه عندي 77 سنه واللي منايفني من الشرطه او غير الشرطه والله تروح له الدار ونطبطب عليه انا نروح نطبطب عليه في دار لانه مانيش خايف خايف من ربي لأنه انطبق فيه كلام ربي مش قال لأنه نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم متسامع نتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوه نتاع عثمان ضربوه انسان من الدم داروا فوقه الزبل داروا له مراكب لكن مسامح وما ربي الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسامح لكن نهار لقيت واحد كان لقى واحد العزوج في السوق مش طايقه تمشي وردها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصلها لدارها نهار اللي وصلها لدارها قالت استنى نصي رد بالك انت بعد لك محمد هذا راه مش مريض اختك منه هو اللي لقيتها قال لها راكي عارف ما هي قال لها انا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ما ربهاش قال لها تلمسيني وديرني لا ربها ربتها وصلها دارها مع عجوز باش طيقتها مش طيقتها حقتها ولكن ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ورينا كيف نربوا بعضنا بعض
ويقولوا لك احنا نتعاملوا مع بعضنا البعض. اليهودي اللي كانوا يديروا في الحجر والشوك ويسب فيه يديروا في الحوايج بالطريق وثلاث حاجات مولع الحوايج ما يقبلهاش ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم مشاو وجا مشا ما شافوش. قالوا اليهودي الفلاني قتلك في الطريق وراه ما بانش. قالوا يا سيدي يا مولاي راه مريض. صدقوني كان هنا من الشيطان يقول الشعب اللي دعوت فيه خبير شفتم؟ شفتم واش راه صرا فيه في الدعوة؟ لا هو رفض روحه وراح يوقف على راسه وطلع عليه. الله عليك. وسامح كريم ربي ربي عطاه رحمة للعالمين. نهار اللي شاف ذاك اللي كنت ندير له في الشغب ندير له في الحوايج قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد صدر الله. قالوا كما امرك رسول الله انطق بالشهادتين. هذه تربيه باش نقول بعضنا البعض ما نربوش بعضنا نتلامسوا بعضنا ونديروا الحوايج اللي تتجوه هذه الطريق وتفسر بها عزيمة. لا وحنا مسامحين كل انسان نسامحوا خاش ربي هو اللي بيدي القدره احنا ما بيدينا حتى قدره. الانسان درك ما يسامحش ربي سبحانه عز وجل تفسد وغلط بيديه يا سيدي يا مولاي اسمعني واغفر لي يغفر لي اسمعني وانا عبد ضعيف ما نعطيكش نسمح لخويا ما نعطيكش نعطيني مثل كل واحد سامح وسامح اللي سبك سامح واللي طيحك سامح واللي يقول لك لا مشي نسامح وخليه بينهم من ربي. ربي هو اللي يخلص فيه الحق مش انت. انت انا ولا انت كل عنده عبرين في كل قرار واحد ما نروحوش الحاجات دي هذه هي اللي نربو بعضنا بعض أبو عن التسامح، التعامل، الكلمة الطيبة، لاخاطش قالك هذا اللي ملاي فيه بعض البعض، كاينين ثلاثة من الناس رب العالمين صلاته ما تفوتش من فوق راسه، منهم اللي متلاي فيه، ما تفوتش صلاة مش من فوق راسه، منهم الإمام اللي عاد محتوم على ناس، منهم الزوجة اللي عاد مش طايعة زوجها، هذوك رب العالمين صلاته ما تفوتش من فوق راسه، وحنا علاه ما نديرش الحاجة اللي تربي الله. وترضي سيد الوجود اللي قدوة يشبع بها قدوة ملك القيامة لأنه كل الأنبياء والرسل تقول نفسي أنت هو أمتي احنا نربط مع الاعتماء الكلمة الطيبة المعاملة بالصبر بالإحسان بالكرم هذا هو اللي نربط مع بعضنا نرى اللي دائما في كل من نتكلم نقول لهم حتى اللي مش تجاريين راه تربطنا ما بيننا وبينهم لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه تربطنا بيننا احنا هذه اللي تربطنا بيننا نتلاقاو في المساجد نتلاقاو في الزمن نتلاقاو في كل بلاصه نتلاقاو تربطنا بيننا لا اله الا الله محمد. مادام تربطنا لا اله الا الله نحبوهم ننصحوهم نقول لهم قاتل زينه صالحوهم نعاملوهم معامله زينه نصبرانهم هديه هذا باش نربي بعضنا بعض. إخواني الله يحفظكم كل البلوات تلقينا في هذه الأمسية في الزاوية هذه تاع سيدي الطاهر اللي هي زاوية تجارية عاملة بذكرها وشكرها وعاملة بمحبتها وحنا الحمد لله اللي الزوايا بتوعنا دائما بتوع محبة وشكر وذكر لله ونصيحة وتعليم القرآن وإصلاح بين الناس وكلمة طيبة وكما تربية الأيتام وكما هذه احنا نحمده ونشكره وصبر زوايا تجارية عبر العالم كنت بكلم عن زوايا عندنا في النهار وانا شفنا فريقنا وقيل فريقنا الله يبارك الخير والبركة كاين زاوية بيتشارج عندها 14,000 تلميذ يقرا 14,000 تلميذ يقرا يقولوا لها بدك تشرب مبروكة 14,000 تلميذ تقرا في القران من 60 عام حتى من 5 سنين هذه الحمد لله والشكر كما عندنا في السودان الشيخ موسى عبد الله عنده 40 مجمع المجمع الثاني فيه 200 واحد الاخرى من 670 40 مجمع هذه احنا ما نحبوهمش هذه اللي نفتخروا بها ما نفتخروش بالتلفاز والامور والحوايج اللي تجيب لنا الشغب والفتن وتجيب لنا العيب على الناس واللي راهم مترابسين ويشوفوا في الزاويه التجاريه وشنو هي دورها وشنو هي كذا وربي هذا هو خلق كما خلق الدنيا خلق اللي يشتيك وخلق اللي ما يشتيكش
سيدنا الشيخ رضي الله عنه قالوا يكذبوا علي، قالوا يكذبوا علي، يكذبوا علي، والناس متربصة. نحن نروح بأن كان هذا الوجوه النيرة النيران، إذا ما أعطيناهمش هذا الكلام نتاع اللي يتربوا به ويعطوا مثل كل إنسان قدر يتربص على طريقة الجدية ويجيب فيها حوايج اللي خاطئة كتاب الله وسنة رسول الله معدوها، اللي خاطئ الكتاب والسنة نجتنبوها، ما عندنا ما نديروا بها. حنا راه دستورنا هو القرآن العظيم، وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا نتبعوه، اللي تبعنا هذا مصدقوني ما يحصل خير. إخواني أوصيكم ونفسي على تقوى الله والمحبة فيما بينكم الصبر، وجزاك الله عنا خيرا، وجزاك الله عنا خيرا الناس اللي طاعوا في داروا هذا الملتقى اللي نشوفوا فيه هذه الوجوه النيرة، نعطوهم هذه الكلمة الطيبة اللي إن شاء الله نعطوها لكم، مش كتابة نعطوها لكم نقش، خاطرش الكتابة تتبع هذا، والنقش ما يتبع هذا. يبقى مكتوب أمور اللي نعطوها لكم إن شاء الله تتقش في خواطركم وتردوا إن شاء الله، أنتم اللي تضربوها المثل قدام كل إنسان يبقى في طريق التجارة، وهي الله يهدينا ويهديهم خير. إحنا ياك نصوموا رمضان، ياك نقرأوا القرآن، ياك ننطقوا بالشهادتين، ياك نفشوا بيت الله الحرام، ياك نطعموا الطعام، ياك نضربوا الأيتام، هذوك كلهم مش اللي الحاجه اللي راها جايتهم فينا عيب. هذه الناس اللي راهم يومون في الطريق الجديد اللي جاتهم عيب يخبرونا بها، ولكن احنا ماناش عارفين، احنا ما عندنا بهم الابواب مفتوحه تاع الزاويه التجاريه ومريدينها كل مفتوح، ويشوف لنا العيب اللي راه فينا يقولوا لنا معليش احنا ثاني نتقبلوا منهم الحديث، نتقبلوا منهم الامور. صح اذا كان ندير هذا الحوايج تبقى مخلي اصحاب الملاهي، اصحاب القهوه، اصحاب كيف قال اللي يجوا في المخدرات اللي يديروا في الفتن والبدع، هذو مخليهم ويتلهق هذه بدعة اللي بسيتها بدعة واللي كريتها بدعة واللي مشيت بها بدعة واللي قريتها بدعة بدعة. الله يهدينا ويهديهم، وصل الله ويوصل ونصر الإسلام ويفتح قلوبنا وقلوبهم بالتقوى والإيمان ويبعد عنا كل فتن وكل محن جهنم الكريم. الله يجعل هذا البلاء إن شاء الله آمنا من جميع البلوات، يجعل هذا كسر من سيدنا نوح ونصر في أمان محور من جهنم الكريم. الذين يضربوا عطر سبحانه وهو الرئيس بعد ابن ياسر بن عبد الله ما شافيه وعافيه واعطيه بطعم صالحه يقول هذا الكتاب في أمان وحور من جهنم الكريم. الذين يضربوا عطر ربي سبحانه يضربوا للجيش بتاعنا ذلك راه شاد الحدود كما راه حاسنا ربي يحصر من البلوات كما ويعطيه صحة الأبدان من جهنم الكريم. ويضربوا الأهل فلسطين مساكين محتاجين كل حاجة، محتاجين الدواء، محتاجين الأكل، محتاجين الحرية، محتاجين كل إن شاء الله يجب ياسدي ومنعي الله رفع عليهم بقت وقرب ياسدي ومنعي الله فرج عليهم ومنعي الخير بجهنة الكريم. وربي قال أدعوني إحنا بعد ندعوه وهو يعشو المجين والأمر كله إليه بجهنة الكريم مروح حتى الوحد. وإن شاء الله إحنا متوكلين على باب رب سبحانه، نتوكل على الله الله سبحانه إن الله بالكم عنه إن شاء الله نتوكل على باب ربي. وكنت جزاكم الله خير الناس اللي قاعدين بهذه الوصيات وهذا اللي رانا اجتمعنا فيها وتلاقينا فيها وصيه بالخيره التي راه معانا راه راه ساد باب من البيبان. ندعو للناس اللي ما تشتيش الطريق التجاريه ثاني نقول الله معنا ان شاء الله يفتح له ابواب الخير ان شاء الله تسالك البركه ويعجبه ان شاء الله ينصحني نصيحه الاسلام وبالاخوه باش الانسان يرجع لله كما قال رجل أمور العرب سبحانه عز وجل وكتاب الله وسنة رسول الله. جزاكم الله عنا خير وأحسنت وأحسن الله إليكم وسامحونا رانا معرضين باش ما نطولوش حتى على الناس اللي راهم معرضين. وجزاكم الله عنا خير ولكم الفاتحة إن شاء الله ربي يتقبل منا. ببركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين